لتنفيذ الخطأ في الطرف الأيمن. مرت حلوة في مكان سليم، العرضية أرضية، فرصة جول، جول ثاني لمصلحة أحد. أحد يسجل الهدف الثاني مع الدقيقة 20، مع الدقيقة 20 إذن، وكرة مرت من أمام الجميع، لكن بعد ذلك مرت إلى الشباك رغم محاولة حارس المرمى عبد العزيز دكروني، لكن الكرة إلى الشباك، إلى شباك الطائي، ويسجل أحد الهدف الثاني. هدف ثاني إذن يريح بعض الشيء بعد المحاولة الماضية، والهدف يأتي هنا. نتابع، والمتابعة الرائعة الحقيقة من قبل اللاعب الأحدي محمد محسن. شوف اللمسة الأولى، شوف النقلة، شوف التسديد، هذه المرة الأولى، وبعد ذلك التسديدة، والهدف يأتي لمصلحة أحد. شوف 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 المتابعة هنا، شوف المتابعة هنا، والكرة مرت للشباك من هشام الصيفي، يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي أحد مع الدقيقة رقم 20. إذا هدفين مقابل لا شيء بالنسبة لنادي أحد، واعتقد أن الأمور تأتي لمصلحة أحد حتى الآن.